مش عايزة أتكلم عنه وهو موجود، لأن أنا قلت له في الشرطة أناني أوي يا فاروق، اتخض من الكلمة. قلت له أيوة أنت أناني، أنت عارف إحنا بنحبك قد إيه. ووقت ما طلع على المسرح أنا كنت سامعة من بعض المقربين إن هو يعني بيعاني من مرض العين، وإنه بيخوض يعني معركة أكثر من شرسة. فقال لي ممكن أعرف أنا أناني في إيه؟ قلت له أنت عارف كويس قوي إن التراب اللي أنت بتمشي عليه بيعشقك، فأنت متأكد إن أنت لما هتقول كده كلنا هنتألم ونجع. قال لي لا ما كانش قصدي كده، أنا كان قصدي إن أنا ما خدتكوش لما أسيبكوا فجأة وأمشي، وبحاول ما أسيبكوش بسرعة، فكنت بستمد القوة بتاعتي منكم. يعني أنا بقول مختصر اللي كان بيني وبينهم في وجود زوجي محمد فوزي على جنب كده. فاروق الفيشاوي أول ما اشتغلت معاه في مسرحية، وكانت في حاجة على مسرح جديد، كنت قريبة فعلا عليه في مسرحية سنة أولى، وكان معايا أربعة زملائي كل واحد فيهم بيقول جملة على المسرح. لما كان فاروق الفيشاوي بيعمل عشاء بالليل كنا احنا بره بقى، يعني فاروق الفيشاوي ايه اللي هيجيبنا يعني عشان نقعد جنب نجوم كبار جدا 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 ما نحلمش ان احنا نشوفهم من بعيد. فاروق الفيشاوي الانسان كان بيبعت يجيب طلبه المعهد زملائه الصغيرين كده واقفين بره عشان يقعدوا جنبه ياكلوا. فاروق الفيشاوي اللي كان ممكن يدي لحد يدفع الايجار، فاروق الفيشاوي اللي كان ممكن يعني يدافع عن ممثله صغيره واقفه على المسرح واحده افتكرت نفسها يعني الى اخر العمر هتظل واقفه، لا 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 خلي بالك ما دي ما تجيش عليها دي مش انا اصغر منك واقل منك. فاروق الفيشاوي اللي اتعلمت منه ان اطول بالي على وجوه جديده، يعني ما قدامي كنت اعمل الصبار ما كانش يقفل وشه، ما كانش يتكدر ويتضايق ويحس ان هو لا ايه ده. فاروق الفيشاوي اللي كان لو حد قصده في انه يكبر خاطره في فرح لانه غلبان كان انا على فكره لو بعمل اي حاجه حد بيقول لي انت كويسه كويس انك بتعملي كذا، فانا اتعلمتها من اساتذتي اللي ما كانش في فرق عمري كبير قوي بيني وبينهم، لكن كنت بتعلم منهم الانسانيه اللي كانت يعني فعلا بتحتضن كل الناس، اللي بعدها ياتي من وجهه نظري لقب فنان. يعني الاول البني ادم اللي نفسه يبقى فنان لازم يبقى جواه حس ويبقى جواه انسانيه، وبعد كده يفكر يقول انا بقيت فنان او انا عايز ابقى فنان او بحلم باني ابقى فنان. اشعر ان فاروق الفيشاوي لم يرحل بخفه ظله بانسانيته مع الاقل منه وحبه وسكلابه رحمه الله. لا يرحمه استاذ احمد محمد. Thank you.